السلام عليكم، انا اليوم استاذ يوسف الكلاب مدير قانونيه، فهتكلم لنا حول البرنامج ومباركته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا ابارك لكم هذا النشاط المهم اللي هو انه يجب ان لا ننسى شهدائنا. شهدائنا احياء عند ربهم يرزقون، ولكن يجب ان يكونوا احياء في قلوبنا وضمائرنا، في تصرفاتنا، في حياتنا، ان نستذكر مواقفهم الشريفه، شهدائهم نبض هذه الحياه. لا خير في أمة لا تكرم شهداءها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أرجو من ضباط الأمن البقاء في القاعة لوجود اجتماع.